اطلعت بعثة الحقيقة الدولية على الخدمات المقدمة للحجاج الأردنيين في الديار المقدسة في أماكن سكناهم في المدينة المنورة. وزير الأوقاف قال أن معظم البعثات كالبعثة العسكرية والمصابين العسكريين ومكرمة جلالة الملك المعظم وأبناء الشهداء والجامعات الأردنية وصولا إلى الديار المقدسة وهم بصحة جيدة. معالي الوزير، لو تحكينا عن طبعا البعثة الأردنية ومن خلال لقائك بالبعثة العسكرية. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني بفضل الله عز وجل وبمنه وكرمه وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حسين حفظه الله المستمرة دائما بالعناية بالمواطن والعناية بالحجاج الأردنيين، وصلت بعثات المملكة الأردنية الهاشمية وعرض 48 إلى الديار المقدسة. أيضا اليوم كان هناك لقاء مع البعثة القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين، يعني أصحاب العطوفة رئيس البعثة ومساعد الرئيس والإخوة الكرام، وجدناهم في مقر البعثة. الأمور كانت تسير بفضل الله عز وجل على ما يرام، لا يوجد مشاكل، الأمور تحل بأرضها وبساعتها. ودائما البعثة العسكرية منظمة و إجراءاتها فورية وإجراءات عسكرية، يعني الحمد لله لا نواجه أي إشكالية، يعني حتى ما بيغلبونا في أي مشاكل، مباشرة تحل مشاكل على أرض الواقع. إخواننا أيضا كوادر الوزارة موجودة في العمارات، المرشدون الإداريون، الجميع على أهبة الاستعداد، أي خلل يعالج مباشرة في أرضه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك، وإن شاء الله أن يكون موسما موفقا ويكون موسم خير وموسم بركة وعطاء على جميع الأمة العربية والإسلامية بشكل عام وعلى حجاج المملكة. وأضاف عربيات أنه تم رفض أماكن تواجد البعثات بإداريين من وزارة الأوقاف لتقديم كافة الأمور الإدارية والتواصل المباشر مع رئيس الحملة. رئيس البعثة العسكرية والمصابين العسكريين قال هناك تعاون وتنسيق على أعلى المستويات مع وزارة الأوقاف لتوفير الخدمة المميزة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا حرص جلالة القائد الأعلى بتعليمات المباشرة من رئيس هيئة الأركان المشتركة بتقديم خدمات مثلى للبعثة العسكرية والتعاون المستمر مع الإخوان بوزارة الأوقاف والبعثات الأردنية. ولا بد هنا من أن أذكر بأن هذه المكرمة مكرمة من جلالة سيدنا من العديد من المكارم التي نعتز فيها، ونشكر معالي رئيس الأركان على هذه المكرمة أيضا. وربنا زي ما حكى معالي الوزير، الله يهدينا ويا رب إن نقدم مناسك الحج ونعود إلى الديار بنفسية طيبة وبنفسية ثانية إن شاء الله بإذن الله. رؤساء البعثات الجامعية إلى الحج أكدوا الحرص على تقديم الخدمات المناسبة لحجاج بيت الله الحرام. كان هناك تطور ونقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها وزارة الأوقاف حقيقة، وبجهود يعني حقيقة معالي الوزير الأستاذ الدكتور وائل عربيات، الذي يعني ما فتئ يحرص على مراعاة ومتابعة والعناية بشؤون الحجاج لهذا الموسم. فوجدنا كوادر وزارة الأوقاف المباركة في معظم الاستراحات التي نزلنا بها لنأخذ قسطا من الراحة، فكانوا يأتون إلينا ويعرفون على أنفسهم ويقدمون واجب الضيافة كما هو معهود عن الشعب الأردني بكرمه وضيافته، والحمد لله. بحمد الله، يعني انطلقنا يوم الجمعة صباحا وكانت الأمور يعني ميسرة. هناك طبعا الإجراءات الروتينية على الحدود السعودية، وهذا شيء نتفهمه نتيجة للظروف الآن اللي هي واجب حماية الحجاج ولابد من هذه الإجراءات، وكان الأمور الحمد لله يعني في تفهم من طرف الحجاج.